اليوم سعداء جدا ان باش نكونوا مع تلامذتنا في اليوم الاول لانطلاقه السنه الدراسيه. استعدادات حثيثه منذ فتره منذ شهر فيفر انطلقت الوزاره السنه طبعا بمعيه المندوبات الجهويه وسلطه الاشراف وكل الاطراف المتدخله في العمليه التربويه لاستعداد السنه الدراسيه. واليوم نجد انفسنا في اليوم الاول استعددنا كما يجب ان شاء الله. طبعا ماهوش باش تكون في كل المؤسسات التربويه بنفس الدرجه، نعرفوا الاجتهادات اللي قامت بها بعض الساده المديرين في علاقه بالمجتمع المدني وتدخل المجتمع المدني على مستوى برنامج الصيانه اللي هو في مستوى المؤسسات التربويه. عندنا 8 مؤسسات تربويه تم الانتهاء في الاشغال تقريبا بنسبه 100%. وبالنسبه طبعا القرار اللي اخذه السيد وزير السنه طبعا في اطار التنسيق مع اللجنه الطبيه والمسؤوله طبعا هي الاولى والاخيره في تحديد البروتوكول الصحي. لحد ما تمش تغيير في البروتوكول الصحي على مستوى لبس الكمامه والتباعد الاجتماعي وعلى مستوى ايضا كيف معناها الاجراءات العاديه، فقط نظام الفوج الواحد عدنا به طبعا بعد ما تم خف الوباء ان شاء الله ربي يعافينا جميعا. احنا باش نلتزم بالاجراء هذايا في اطار طبعا تنفيذ التعليمات الخاصه بالسنه الدراسيه الجديده. وبالنسبه للاجراءات الجديده اكيد نتفاعلوا معها حينيا. الزياره هذه تتنزل في اطار الوقوف على العوده المدرسيه، وإذا كان فما تدخلات ضرورية ومستعجلة نقوم بها من أجل أن تكون عودة أبنائنا في ظروف طيبة وتكون عيد العودة المدرسية وعيد العائلة التونسية بصورة عامة. الجائحة قاعدة موجودة وتطاوين من أكثر البلايس اللي فيها منتشرة المرض هذا، وإن شاء الله لاباس، وإن شاء الله ممكن بالوعي قدام شوية تتقدم الأمور تتحسن ويكون ثم أكثر وعي من أكثر أولا من الولي وثانيا من الإدارة ومن المسؤولين في الجهة. كصيانة معنا حالة عادية بالنسبة للمدرسة، ماهيش هيك الصيانة معنا نقولوا إحنا باهي. البروتوكول الصحي نشوفه في تلامذة كل من غير كمامات، الأولياء كيف ما هناش معناها حاجة منضبطة.